ثم ذهبنا إلى السودان إلى كسلا، كان ما شاء الله كان قدام الدعوة ممهدة والحمد لله وصيبة وكذا، تكلمنا والحمد لله ونفع الله تكلمنا. ثم ذهبت إلى الغضارف ودرنا على الغضارف، مدينة صغيرة، دورنا على يعني المساجد التي فيها كلها. قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد للتيجانية لم نستطع أن نصل إليه. كيف؟ قالوا متعصبين تعصب شديد. قلت نذهب إليهم ونستأذنهم، إن أذننا بالكلام بلغنا، منعونا أذهب إلى الله، يعني ما يجيهم بالقوة. فجينا وصلى بنا الإمام، وبعد ما فرغ سلمت عليه. تسمح لي أرقي كلمة في الإخوان هؤلاء؟ تفضل. وتكلمت بارك الله فيك، أدعو إلى الله، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى إلى إلى، وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة، بعض الضلالات. وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شأنه، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شأنه، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الشريف. والسوق الآيات والأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ منزله فقد أضل الله الشريف. هو يعني قام كذا نصف جالس واقف، قال: والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه. قلت له: جزاك الله خيرا. أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أخبر الله ذلك، والله لو كان رسول الله ربه لأخبره. كان يلي. قلت له: يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل أما شئت، الذي أعرفه أجيب به، والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وصرخت وصرخت في الكلام، لا أدري هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري، ما مات قليل. أسمع واحد والله الكلام اللي يقول زول حق، زول الرجل عند السودانيين يقول الرجل الزول، والله شوية وأسمع ثالثة والله الكلام اللي يقول الزول حق. الله كان رسول الله بارك الله فيك. حتى أذن لصلاة العشاء انتهت الكلمة وأقيمت الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم، فقلت: أبدا يصلي الإمام؟ قالوا: والله تصلي، والله تصلي. قلت: طيب صليت بهم. وبعد ما فرغنا أبغى أسئلة ما فيه، خرجنا أنا وشباب أنصار السنة معي، قلت: أين ذهب الإمام؟ قال: طردوه. من طرده؟ قالوا: وما جماعته، جماعته ما أصلا ما يقدرون يتحركون. والله هذا الذي حصل لك، لو جاء إنسان يسفى التيجاني المرغني الكذا والله يدبعوه، يمكن مو بس يطردوه، لكن لما تجيهم بالحكمة واللطف بارك الله فيك فنفعهم الله عز وجل، نفعهم الله بهذا. فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف، والذي يدخل الإسلام تحت السيف قد لا يفوت، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان، هذا الذي يثبت الإيمان. فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله.